يا مساء الخير. اليوم متواجدين احنا في منطقة مرسين التابعة لمحافظة أكشابات. جينا نصور لكم حاجة ما حصلت من الفيديوهات السابقة التابعة لنا. الشيء اللي بنعرضه اليوم شيء مخالف للشقق الموجودة عندنا. شيء زي ما تشايفين حاجة روعة جدا. احنا الآن متواجدين في السقالة التابعة للمجمع. المجمع عبارة عن 5 أدوار بناية موجود فيها السقالة هذه التابعة لها، بالإضافة إلى جلسة خاصة لها وحديقة صغيرة تقريبا 450 متر مربع. الحاجة المميزة في المجمع هذا الشيء اللي شايفينه، هذا السقالة اللي الواحد ينزل على البحر على طول، شيء ولا أروع. بالإضافة إلى ذلك الخدمات الموجودة فيها، فندق هيلتون قريبة من المجمع، والخدمات السوبر ماركتات، المطاعم، الكافيهات، كل شيء موجود قريب من الموقع. تعالوا معنا نلقي نظرة على الشقة. وصلنا الدور الثالث. في كل دور زي ما انتم شايفين عندنا الشقتين، وعندنا المصعد. المصعد يسع لخمس اشخاص. حاليا بصور لكم الشقه هذه، شقه 3 غرف صاله مساحتها 155 متر مربع، الدور الثالث. تفضل معنا. زي ما انتم شايفين الارضيات سيراميك. مقابلنا على طول نجي على الصاله. مساحه الصاله تقريبا 28 متر مربع. موجود فيه التكييف زي ما انتم شايفين، مكيف سبليت، التدفئه المركزيه ايضا زي ما انتم شايفين قدامنا. تناسق الالوان ما شاء الله تبارك الله، شيء جيد. مقابلنا على طول في بلكونه. البلكونه مزوده بزجاجه متحرك، بالاضافه الى شيء موجود هنا اللي هو الشوايه، نقدر نشوي هنا. الشيء اللي نبغاه. اطلاله خرافيه. اطلالة خرافية على البحر. يعني الشقة هذه والمجمع صفر على البحر. الخدمات اللي موجودة فيها، موقف للسيارات، جلسة عائلية، حديقة تقريبا 450 متر مربع، عندنا سقالة تابعة للمجمع. يعني العشاق البحر الشقة هذه جدا روعة. تعالوا مع بعض نكمل تفاصيل باقي الشقة. ندخل الصالة، نتوجه إلى المطبخ. عندنا المطبخ زي ما انتم شايفين الدواليب راكبة وجاهزة. مساحة جيدة أيضا للمطبخ. نوعية فاخرة ما شاء الله تبارك الله. نطلع من المطبخ نجي لتفاصيل باقي الشقة. عندنا هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات. يسارنا عندنا الغرفة الأولى، أيضا التدفئة المركزية موجودة في كل الغرف. عندنا هنا الغرفة الثانية، يبلغون لنا غرفة الماستر، موجودة أيضا فيها التدفئة المركزية وحمام خاص بغرفة النوم الرئيسية الماستر. حمام متكامل، مروش وكلوزت ومخزن. بالإضافة إلى ذلك مقابل غرفة المصر عندنا الحمام الرئيسي للشقة ككل. حمام متكامل. نجي هنا أخيرا على الغرفة الثالثة. الغرفة الثالثة أيضا بجوار غرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على الجهة الخلفية على الطبيعة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.